الدرس الأربعون حادثة الإفك ثم وفاة عائشة رضي الله عنها. عرض النفاق لعرض أم المؤمنين وهي البريئة ربة العرض الحصين. عرض النفاق لعرض أم المؤمنين وهي البريئة ربة العرض الحصين. أخذ النفاق بخسة ودناءة يرمي الحصان بذلك الإفك المبين. أو مثل تلك تلاك طهرة عرضها وينال منها سهم كيد المرجفين. وقعت لها حادثة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حادثة مريرة وهي حادثة الإفك، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم سافر في غزوة بني المصطلق، وفي العودة يعني وقعت قصة طويلة لا مجال الآن لذكر تفاصيلها، ولكن تأخرت عائشة رضي الله عنها، ذهبت تقضي حاجتها، فانطلق الجيش ويظنونها قد ركبت في هودجها على جملها، ولم تكن كذلك، كانت تقضي تبحث عن عقبها. فسافر الناس ثم بقيت وحدها رضي الله عنها، وجاء مصطح بن أثاثة في الفجر. قلنا إن النبي كان يسير في النهار، يسير في الليل ويرتاح في النهار، فكان مرتاحا النبي صلى الله عليه وسلم. قبيل المغرب النبي أراد أن ينطلق، عائشة ذهبت تبحث عن عقدها، مرة تنضع عقدها، مرة يوم نزلت آية تيمم وهذه المرة، لكن هذه المرة عقد أسماء أختها كان عندها. فالمهم أنها فقدت العقدة فصارت تبحث عنه، فانطلق الجيش، رجعت ما وجدت أحدا، وكان يعني الليل قد دخل عليها، فظلت في مكانها تنتظر أنهم يفقدونها ثم يرجعون إليها. هم لا يقفون، يسيرون طوال الليل إلى الفجر تقريبا، فانتظرت في مكانها رضي الله عنها ثم نامت. وفي الفجر صفوان بن المعطل قدر الله أنه متأخر، فجاء في نفس الطريق فوجد السواد من بعيد، فلما اقترب فإذا هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فنوخ جمله أناخه ثم ركبت على الجمل وسار يقوده ويمشي على الأقدام، هو يمشي وهي على الجمل، حتى لأن قلنا أن يمشون في الليل، في النهار وقف النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه فقدوا عائشة. فجاء صفوان بن عطل وصل إليهم في الضحى، وإذا معه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فبعض الناس من المنافقين يعني وجدها فرصة للطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الخبيث عبد الله بن أبي سلول وغيره، قالوا ما جاء معها أي صفوان إلا وقد فجر بها وفجرت به والعياذ بالله، يتهمها بالزنا. المهم انتشر هذا الخبر بين الناس والعياذ بالله، فصار بعض الناس يتناقل هذا الخبر، وممن نقل هذا الخبر من الطيبين ثلاثة من الصحابة. هؤلاء الصحابة مصطح ابن أثاثة ابن خالة أبي بكر الصديق، والثاني حسان بن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، والثالث امرأة وهي حمنة بنت جحش أخت زينب بنت جحش أم المؤمنين. هؤلاء الثلاثة سمعوا الناس يتكلمون فتكلموا، قالوا أن عائشة وقع منها الزنا مع صفوان، فهذا قذف. فالنبي صلى الله عليه وسلم ظل شهرا كاملا لا يتكلم مع الناس في هذا الموضوع، يعني مصيبة عظيمة حلت به صلوات ربي صلى الله عليه وسلم، أنه تهم في عرضه صلى الله عليه وسلم، حتى أنزل الله براءتها من السماء، وسمى الحديث الذي دير ولتكلم فيه إفكا، فقال إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. الله عائشة رضي الله عنها، لذلك إذا مدحت عائشة رضي الله عنها قال لها إيش؟ المبرأة،
من فوق 7 سماوات، أي أن الله برأها سبحانه وتعالى. شاهد الأمر أنه بعد أن برئت عائشة رضي الله عنها من هذا الإفك، وكان حسان ممن تكلم فيها، فجاء يعتذر حسان بن ثابت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما نزلت البراء نادى حسان بن ثابت ومصطح بن أثاثة وحمنة بن جحش وجلدهم حد القذف 80 80 80، كل واحد 80 جلدة لقذفهم لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ثم أراد حسان بن ثابت أن يعتذر لعائشة رضي الله مما يعني قال، فقال لها: رأيتك وليغفر لك الله حرة من المحصنات غير ذات غوائل، حصان رزان لا تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. فقالت له عائشة: ولكنك لست كذلك. أنت تكلمت في، ولكنك لست كذلك يا حسان. فقال لها: وإن الذي قد قيل ليس بلائق بك الدهر، بل قيل امرئ متماحل مهذبة قد طيب الله خيمها وطهرها من كل سوء وباطل، فإن كنت أهجوكم كما بلغوكم فلا رفعت سوطي إلي أناملي، وكيف وودي ما حييت ونصرتي لآل رسول الله زين المحافل. فاعتذر حسان لعائشة رضي الله عنها فرضيت وسامحته وانتهى هذا الأمر. وكانت هذه الحادثة أصيبت بها عائشة رضي الله عنها ولها من العمر 12 سنة أو 13 سنة. مرضت أمنا أم المؤمنين عائشة 67 من الهجرة، وكان عندها ابن أخيها عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق. فجاء عبد الله بن عباس يستأذن عليها، يريد أن يزورها، فقال لها ابن أخيها: هذا عبد الله بن العباس يستأذن عليك. قالت: دعني من ابن عباس، فالذي أنا فيه يعني مشغولة بنفسها لأن في سكرات الموت. قال: دعني من ابن عباس. فقال لها عبد الله بن عبد الرحمن: يا عمتي، عبد الله بن عباس من صالح المؤمنين، يدعو لك ويراك. فقالت: إن شئت أن تأذن له فأذن له. فدخل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فقال لها عبد الله بن عباس: أبشري. قالت: بماذا؟ فقال: ما بينك وبين أن تلقي محمدا والأحبة إلا أن تخرج الروح من الجسد، لأنها زوجته في الدنيا وزوجته في الجنة صلى الله عليه وسلم. فقال: ما بينك وبين أن تلقي الأحبة محمدا وحزبه والأحبة إلا أن تخرج الروح من الجسد، وكنت أحب نساء رسول الله إليه، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب إلا طيبة. وهذه من السنة أن الإنسان إذا دخل على الإنسان وهو في سكرات الموت أن يطيب خاطره وأن يحسن ظنه بالله تبارك وتعالى، لأنه جاء في الحديث: من مات وهو يحسن ظنه بالله، يعني نسيت الحديث الآن، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله جل وعلا. فالشاهد أن ابن عباس يحسن ظنها بالله جل وعلا. ثم قال: وسقطت قلادتك ليلة الأبواء، فأصبح رسول الله وأصبح الناس ليس معهم ماء، فأنزل الله آية التيمم، وأنزل الله براءتك من فوق 7 سماوات جاء بها الروح الأمين، فأصبح ليس مسجد من مساجد الله إلا يتلى فيه آناء الليل وآناء النهار، أي تقرأ هذه الآيات في براءتك. قالت: دعني منك يا ابن عباس، والذي نفسي بيده لوددت أني كنت نسيا منسيا. وهذا من خوف الإنسان من ربه تبارك وتعالى. وتوفيت أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وصلى عليها أبو هريرة في المدينة، ثم دفنت في البقيع، ونزل معها
في قبرها خمسة: عبد الله بن الزبير، وعروة بن الزبير وهما ابن أختها، وعبد الله وعبد الرحمن ابن القاسم أخيها، وعبد الله بن عبد الرحمن ابن أخيها أيضا. هؤلاء الخمسة نزلوا معها في قبرها رضي الله عنها وأرضاها. وهذه حكايتنا عن أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، نسأل الله تبارك وتعالى يحشرنا وإياكم معها. الله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا وهي البريئة ربة العرض الحصين. عرض النفاق لعرض أم المؤمنين وهي البريئة ربة العرض الحصين. أخذ النفاق بخسة ودناءة يرمي الحصان بذلك الإفك المبين. أو مثل تلك تلاك طهرة عرضها وينال منها سهم كيد المرجفين. أمام يا أمام لا لا تحزني، عرضي وعرض أبي وكل الأقربين. أمام يا أمام لا لا تحزني، عرضي وعرض أبي وكل الأقربين. جعلت فداك فأنت عنوان التقى والطهر والإيمان والعقل الرزين. ولقد رماك المرجفون بفرية تنبيك عن غدر وعن حقد دفين. آدم رسول الله ماذا بعدها، فليبشروا بالذل والخزي المهين. آدم رسول الله ماذا بعدها، فليبشروا بالذل والخزي المهين. فالله كذبهم وأبطل كيدهم، هذا جزاء الظالمين المعتدين. في سورة النور التي فضحتهم ببراءة نزلت لأم المؤمنين. إن جاءكم متقول بإشاعة فتبينوا يا إخوتي حق اليقين. إن جاءكم متقول بإشاعة فتبينوا يا إخوتي حق اليقين. إن جاءكم متقول بإشاعة فتبينوا يا إخوتي حق اليقين.